حافلة لنقل طلاب جامعة تعز، وقد تصهرجت تحت دافع الحاجة وتأثير الحرب على تعز. الحافلة الصهريج أو الصهريج الحافلة كما يحلو للبعض أن يطلق عليها، هي في الأساس نتاج فكرة لتوليفة مبتكرة قدمها نشوان الرباطي الموظف بجامعة تعز، والهدف استفادة الجامعة من المتاح الممكن ولو كان خردوات من بقايا الحرب المدمرة على تعز. كانت الجامعة في بداية الحرب تكون للحوثيين، فكانت هناك اشتباكات أثناء التحرير مع قصف الطيران، فتعرضت الباصات إلى الدمار. كان لدينا 6 باصات تبع صندوق التكافل الاجتماعي، إهداء خاص بالطلاب الفقراء للنقل من الأرياف، من هكذا، من المسرح، من المناطق البعيدة. فتأثروا 3 باصات، 4 باصات تأثروا تأثير يعني أكثر من النص، 2 باصات، 1 باص دمر نهائيا. واستدعونا وجينا نشوف باصات، طبعا كانوا منتهين حوالي 80%، وما بتجي زين من باص إلى باص. وبعض القطار الغيار أخذناه من السوق، من الجديد، قطع غير جديدة أو قطع غير من التشليح، تجميع وهذا مسوم. وقعت الفكرة وقيمنا الويت. التوليفة الهجينة من جسم صهريج ورأس حافلة كانت سبباً في لفت الأنظار إليها بادئ الأمر، حتى وصل الحال بالبعض لجعلها موضوعاً للتندر، غير أنه من الاقتراب أكثر من حقيقة هذه المركبة العملية والوقت المستغرق في تركيبها وتشغيلها، وقبل ذلك معرفة الدافع يتضح حجم الإنجاز الذي جاء بتعاون أحد كبار مهندسي المركبات في الجامعة. أجاءت الفكرة نظراً لأنه من أزمة في الجامعة، من عدم توفر لدينا ويتات، ولدينا سكن طالبات احتياجه يومي ما يوقع إلى 3 زفات يومياً ماء. كانت هناك الفكرة كون لدينا التانيكي موجود والباص لم يعد للخدمة بعد الاطلاع ونزل لجنة فريق المهندسين بأنه لا يعد للخدمة، والإمكان بعد الجلوس معهم أن تحوله إلى ويت. فكانت الفكرة تأييد المهندسين بذلك. كانت تمثل احتياجات سكن الطالبات احتياج ضروري جدا لتوفير المياه، خصوصا بان الطالبات هؤلاء من الريف ياتين الى هنا ولا يوجد هنا ولا يوجد معاهد المدينه بيوت او سكن، فكانت الجامعه تحمل اعباء كثيره حتى درجه انها كانت توصل لتوفير المياه خلال اسابيع تتجاوز 1,900,000. الباص التكلفه الاولى اللي تم، الباص الاخر غير الويت هذا 1,300,000، يعني تكلفه قليله. والويت الآن متكوسل 1,500,000. يعود نشوان إلى البدايات ويقول أن فكرته لم تكن لتنجح لولا دعم رئاسة الجامعة، ومنذ أن تم طرحها على المسؤولين وهو ما مكنه وصديقه المهندس من إنجاز صهريج نقل الماء وحفزهما على مواصلة إصلاح حافلة أخرى. بعد ما تم الدراسة ووضع الفكرة على قيادة الجامعة، تم التوجيه وبدينا بأول فكرة بداية عملية القص وسنكرة الرأس. فكانت يعني هناك صعوبات في الماكينة، شظايا في البيبات مقطعة، ولكن العمل استمر. فأخذنا من الباص المتبقي هذا بعد القطاع إلى الباص الآخر حتى نمشي بالعمل. قيمنا الباص، هذا هناك باقي عدة باصات إن شاء الله شنقوم تجي زين. وهذا والأخ نشوان رباصي يعني ما قصر، والدكتور رياض ما قصروش. سيقدم الصهريج خدمات نقل المياه إلى داخل حرم الجامعة، وسيحل مشكلة نقص المياه في سكن الطالبات القادمات من المناطق الريفية الدارسات في الجامعة فور تركيب المضخة. وليس بمستغرب أن تأتي مثل هذه الابتكارات من داخل صرح تعليمي بحجم جامعة تعز.